بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو راح يكون قصير جدا، لا يتجاوز 10 دقائق. الهدف من هذا الفيديو انه انا طرحت في الاسبوع الماضي دورة بدون مقابل. هذه الدورة الان بدي اشرح ليش طرحت الدورة بدون مقابل. المعروف انه الكثير لا يستطيع انه يدفع رسوم الدورة، وإذا استطاع أن يدفع رسوم الدورة لا يستطيع أن يأتي فيس تو فيس لمواعيد معينة، مواعيد الدورة المحددة. وكذلك هناك كانديديتس للسي ام اي في مواقع جدا بعيدة، وبالتالي الحل كان من خلال أنه أنزل أعمل قناة وأنزل فيديوهات بهالقناة. القناة هي اسمها موجود نوبلز فور سي ام اي، اعمل سيرش بالفيديو على هالاسم فورا بطلع معك القناة وصورتي، وارجو انك انت تعمل اشتراك. بالاضافة الى ذلك، من اجل نشر القناة ولتعم الفائدة عند الجميع، سواء قريبين مني من هون في المنطقة في اربد او من هو بعيد، بحيث انه الكل يشاهد هذه القناة. وطبعا انا اكيد الي هدف المنفعة، بلس الي هدف انه القناة تنتشر اكثر ويمكن احصل على منافع بسيطة. لكن انا بالله العلي العظيم هدفي المنفعة، وانا متعلق في هذا الموضوع. ما استطيع اني اجلس بدون اني اشرح مادة السي ام اي. فاللي مطلوب انه اعمل سبسكريبشن واعمل شيرينج مشكورا طبعا، اذا تفضلتوا علينا بكرمكم اعملوا شيرينج، وياريت تعملوا الرابط تحطوه على مواقع مختلفة. وطبعا زي ما حطينا بالاعلان سي ام اي بدون مقابل، راح يكون اللقاء بكرة. اليوم احنا الجمعة، بكرة السبت الساعة 6 مساء حنلتقي بلقاء مفتوح. طيب جماعة اللقاء المفتوح أهلا وسهلا فيهم، اللي بيقدر يجي، اللي ما بيقدرش يجي يتواصل معي على الماسنجر، على الواتساب، على التلفون، بأي طريق إن كانت، على الميلز، على الجيميل، على أي شيء أنا أستطيع أن أتعاون معه بحيث أنه تصل الرسالة ويقدر هو يروح على الامتحان بدون ما يكون عنده مشكلة في قضية إما الماني وايز أو قضية إيش اللي هي السكاجول. فالمادة أنا مسيطر عليها بطريقة أنه تستطيع أن تسألني وأنا أجيبك شفوي، لأنه صار لي أكثر من 10 سنين بهالموضوع، وكمان كنت أدرسها بالسعودية أيام لما كانت 4 parts. لا أريد أن أطيل، وإنما أناشد الشباب، من يستطيع أن يأتي فأهلا وسهلا، لكن بترتيب خاص. القناة فيها تلفونات والإعلانات عندنا موجودة، وفي تلفونات، وحنحط مواقع كمان الإعلانات على مواقع وجروبات الجامعات بشكل عام، والمحاسبين والأوديترز إلى آخره. فالتنسيق في هذا الأمر مفيد جدا، وياريت كل واحد عنده صاحب أو مجموعة منتمي إلها من مجموعات المحاسبة يحط الرابط هذا، ويحط الإعلان تبعنا كمان إنه سي ام اي بدون مقابل. لعل الله إنه حد يستفيد مننا، وبالتالي إحنا كمان منفيد وبدنا نفيد. طبعا اللي شجعني كذلك لهذا الأمر ولفتح القناة، إنه الكثير الآن من المحاضرين بأمريكا، دكاترة بروفيسورز، عم بيسجلوا محاضراتهم بحطوها على اليوتيوب، بقول للطلاب مش ضروري تيجي، شاهد المحاضرة، إذا عندك أسئلة حضرها وتعال اسأل
وإحنا بنجاوبك على الأسئلة التي قد تطرأ على بالك. فالحضور بظهور اليوتيوب ما عاد ضروري في المكان المحدد، وبالتالي بس بيجي على الامتحان. إحنا حبينا نطبق نفس الفكرة، إنه أدرس وأنا معك من الساعة 12 الظهر لساعة 12 بالليل، أجيب على كل أسئلتك مهما كانت تلك الأسئلة، بحيث إنه نعزز معنوياتك ونشجعك وتروح على الامتحان بمعنويات إن شاء الله عالية وتفاؤل كبير بأنك تكون من الناجحين من أول مرة. طبعا في لنا فيديو ثاني بيحكي عن CMA وميزتها وفوائدها، الآن هذا مش موضوعنا. موضوعنا منعيد عليك ومنكرر أنه سنلتقي لقاء مفتوح. من لم يعجب اللقاء المفتوح وتعجب القناة، في عندنا دورات عادية نلتقي فيها ونعطي دورة عادية بس بفلوس هذه الدورات. طبعا هذا الكلام بخص الجماعة الموجودين في منطقة إربد. أما أنا متأكد أنه أنا شرحي بالفيديو أكثر تفصيلا من شرحي أثناء المحاضرة. المحاضرة محددة بوقت، شرحي بالفيديو أنا اليونت مرات بتاخذ على الفيديو يمكن 10 ساعات، بالمحاضرة بتاخذ 3 4 ساعات 5 ساعات. فمن يريد الفيديو موجود، ومن يريد اللكتشر أو المحاضرة العادية برضو موجود. وأنا لدي من الخبرات في القطاع الخاص وفي التدريس في جامعة اليرموك، معهد الإدارة العام السعودية، إيرنس أند يانج، مدير مالي، مستشار مالي لجريدة الوطن السعودية، لجريدة عكاظ، عندي تشكيلة، وأنا دائما بعمل أبديتنج لمعلوماتي، ودائما على اطلاع لكل المعلومات اللي لها علاقة بالمانجمنت وبالمحاسبة. وبالتالي هذه اللقاءات راح تكون بالفيديو مفيدة، وفيس تو فيس كذلك مفيدة. ونتمنى للجميع التوفيق وعلى بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.